بخصوص هذه الجزئية. قولوا لي يا جماعة، بتقولوا لي ليه؟ طيب حلو قوي. الكابتن سيد مراد مدير تقنية الفار السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن سيد مساء الخير. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا كابتن امير؟ وتحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. يعني الشرف لينا. ربنا اتفضل. يخليك، ربنا يخليك. يعني طبعا خلينا ناخد رايك النهارده في اللعبه بتاعت حسين الشحات مبدئيا، وقرار الفار والهدف بتاع النادي الاهلي، قبل ما استفيض معاك في الحديث عن مباراه الامس المثيره للجدل ما بين فيوتشر وانبي في كاس مصر. تمام. بص حضرتك، بالنسبه لي عايزين نقيم حاله نقول هي تسلل ولا لا. تمام. فبيبقى عندنا 50% شغل بشري و50% شغل آلي. تمام. ال 50% الشغل البشري انك بتحدد النقطه القريبه من المدافع، من جسم المدافع لخط المرمى، والنقطه القريبه من المهاجم لخط المرمى. تمام. وبعد ده العامل البشري. بعد كده اوتوماتيكيا بتطلع الخطوط. فالخطوط هي الفيصل. الخطوط هي الخطوط الفيصل. بعد العامل البشري. لكن اللي تم، احنا لازم لما نعمل اي حاجه نحترم قواعد اللعبه. ايه قواعد اللعبه هنا؟ ايوه. الخطوط. الخطوط بتقول ايه؟ صحه الهدف. كلنا نقول صحه الهدف. تمام، يعني الهدف صحيح. مظبوط. طيب ماتش امبارح بقى يا فندم، لان بصراحه يعني حاجه غريبه جدا اللي احنا شفناه، ولعبه اعتقد ان هي بديهيا انت برضو اللي تقول لنا، يعني طالما جت في الحكم في اي منطقه في جسمه، تمام، بغض النظر بالظبط بقى غيرت اتجاهها ما غيرتش اتجاهها، ففي قانون جديد، في تعديلات معروفه بقى لها فتره ان لازم بالظبط الكوره تتعمل اسقاط، لكن بالظبط الهدف اتحسب لفيوتشر، وده اثار جدل وخلى في اعتراض كبير من ام بي. وانا بشوف في وجهه نظري برضه، هنتظر راي حضرتك، ان هم عندهم اتفضل. حق، لكن تفسيرك ايه للحاله نفسها ورايك في القرار ايه؟ ممتاز. الحاله بتاعه امبارح اللي كانت في مباراه فيوتشر وام بي سي كاس مصر فيها ثلاث نقط جوهريين مش نقطة واحدة. اللي هم أول حاجة، هل الجون ده سليم ولا مش سليم وفقا للقانون؟ تمام. تاني حاجة، هل من حق الفار يتدخل ولا لأ؟ ثالث حاجة، فترة الانتظار الكبير. تمام. تعالى يا كابتن أمير نمسك حاجة حاجة. أول حاجة صحة الهدف. تمام. أنت عارف إن قانون الكرة بتكون من 17 مادة. المادة رقم 9 بتشرح، بتقول امتى الكوره تكون في اللعب وامتى تكون الكوره خارج اللعب. تمام. قالت الماده دي ان الكوره خارج اللعب زي ما الدنيا كلها عارفه، لو عبرت خط التماس وخط المرمى بكامل هيئتها. دي واحد. اتنين، لو الكوره اصطدمت بالحكم ونتج عنها هجوم واعد، هنا الكرة بتصبح خارج اللعب ويجب ان الحكم يصفر، لان الكرة اصبحت خارج اللعب ويستأنف اللعب باسقاط. لان كمان مش ممكن حضرتك لعيب يشوط الكرة راحة في الزاوية اليمين تخبط في الحكم وتروح في الزاوية الشمال وتبقى جول. ما ينفعش الكلام ده في كرة القدم. طبعا. فاذا المادة 9 نصت على ان لحظة اصطدام الكرة بالحكم وأدت الى هجوم واعد وصل لهدف، الكرة دي كانت غير قانونيه لانها كانت خارج اللعب ويجب ان الحكم كان وقف اللعب واستأنف بإسقاط. طب هل الكابتن ميدو سلامه كان ليه الحق انه يتدخل كحكم فار في ايوه، هذه المباراه؟ ده سؤال ذكي من حضرتك، اللي هو النقطه الثانيه بقى. اللاين اوف انترفينشن، حد التدخل بتاع حكم الفي اي ار. حكم الفي ار يتدخل زي ما حضرتك عارف، لو جه هدف بيراجع ايه اللي حصل قبل الهدف. ماشي. قبل الهدف وفقا للماده 9 اللي قلناها للساده المشاهدين، كانت الكره خارج اللعب نظرا لاصطدامها بالحكم، مظبوط، ونتج عن هذا الاصطدام هجوم ادى الى هدف. ممكن نتخيل اللقطه مع بعض. الحكم هنا كان لابس تيشيرت احمر من بتاع فيوتشر. مش كده ولا ايه؟ ايوه. حل محل لاعب من فيوتشر وده غير قانوني. تمام. طيب الفار، سؤال سعادتك، هل الفار يتدخل؟ نعم الفار يتدخل. طب يتدخل ازاي؟ ما يمكن محدثك سيد مراد بيقول اي كلام. بص يا فندم، من حق الفار يتدخل عندما يرى تطبيق خاطئ للقانون. ايوه. وفي هذه اللعبه كان هناك تطبيق خاطئ. تطبيق خاطئ. لما الكره لمست الحكم ودخلت جون،
كان في هنا حته وفقا للماده 9 بتقول الكره دي كانت خارج نطاق اللعب ومش هتروح الجون، يبقى في تطبيق خاطئ للقانون. طب وفقا هل الامر يا فندم كان يستدعي ان هو يرجع للفار؟ طب ما هو يعني انا بس السؤال يعني الله بالنسبه لي عليك الله عليك حاجه غريبه شويه، انت يعني ما حسيتش بالكوره كابتن نادر الله قمر عليك ما حسيتش بالكوره للدرجه دي اللي تخليه ان هو يروح يتاكد في الفار الكوره جت في رجله ولا لا؟ ما دي لا حاجه غريبه بصراحه. ده انت من بكره هتشتغل محاضر واحنا هنقعد، لان سؤال خلي حضرتك بالك ذكي انا جدا. حضرت محاضرات فار على فكره يا كابتن، يعني كل طب ما كان قلت الاتحاد بيعمل محاضرات فار ورحت حضرته، كنت حريص جدا، جالي عشان الدعوه كده ورحت حضرت يعني. اتفضل يا عشان فندم. كده اتفضل. بص حضرتك السؤال اللي انت بتساله غايه في الذكاء، انت تمام. ما حسيتش ان هي جت في رجلك؟ احنا قلنا ايه؟ لما تيجي في رجل الحكم وتعمل هجوم واعد، لما تيجي في رجل الحكم دي حقيقه لانها لمست الحكم. تمام. انما الهجوم الواعد ده تقدير يختلف بيني وبينك. اذا لازم يطلع يعمل مراجعه ميدانيه، لان بعد لمسها له مثلا لو كانت ما عملتش الهجوم الواعد ما كناش ما احنا الشرط ان هي تعمل هجوم واعد. فالهجوم الواعد ده سبجكتيف ديزيشن، يعني قرار تقديري. نيجي بقى للحته الثالثه، وانا بس بحييك يعني هي لمستك بس الشرط الثاني بعد لمسك ليها ان هي تحقق هجوم واعد. تمام. فالهجوم الواعد ده تقديري، لازم نخرج نشوف الحته بقى لكن في كل الخطيره. الاحوال يا كابتن كمبدا هو طالما لمست خلاص، سواء بقى هجوم واعد او مش واعد كده كده لازم هي تعمل اسقاط، صح كده ولا هي لا؟ لا بص حضرتك، هي لو لمست الحكم وعملت 3 حاجات نستأنف باسقاط. ايوه. اول حاجه هجوم واعد، تاني حاجه سكنت المرمى مباشره، تالت حاجه غيرت الاستحواذ. يعني ايه غيرت الاستحواذ؟ يعني رحت يعني لاعب للفرقه احمر، الثانيه. ايوه لاعب احمر بيشوف بيباصي لزميله الاحمر، جت في الحكم وراحت للابيض، دي مش عداله. نوقف ونعمل اسقاط. تمام. طيب النقطه الثالثه بقى، واللي يمكن برنامجك بيحط سبوت عليها، لما طلع ولقى عطل في الفار ايوه نعرض انتظر، الصوره يا جماعه والنبي، لان ده السؤال فعلا انا كنت عايز اساله للكابتن. اتفضلوا. ايوه انتظر 17 دقيقة. طيب ايش ضمننا الفار ده كان ممكن يتصلح بعد ساعة ونص مثلا؟ ايوه هنفضل قاعدين في الملعب الساعة ونص. كان ينفع ايه الكلام هنا؟ ده النبي؟ تقنية الفيديو هنا بقى بتقول ايه؟ بتقول لحضرتك اذا حصل عطل في الفار فانت بتذهب لدكتين بتوع البدلة، تمام، بتقول له ومسؤول الفرقتين، وتقول لهم انا تعذر عليا الاستعانه بالفار وهرجع الملعب وقرار الملعب هو اللي هيمشي. تمام. لكن ده هو كمان انتظر كل ده، انتظر تحت اي مسمى؟ الرولز والقوانين بتاع التقنيه، لو انت في ارض الملعب واللعب شغال وجالك مكالمه من الفار عبر الكوميونيكيشن سيستم بتقول لحضرتك، بيقول لك يا كابتن يا كابتن انا عندي الشاشات عطلانه داخل عربيه الفار، تمام، تقوم توقف المباراه وتروح للدكتين ومسؤول الفرقتين وتقول لهم يا جماعه انا بلعب دلوقتي من غير فار، وترجع الملعب وتستكمل المباراه. بعد ربع ساعه جه الفار، تقوم خارج بقى مصفر قايلهم في الماتش وقايل لهم. طب هل حكامنا مش مدركين حاجات زي كده يا كابتن؟ يعني مفيش محاضرات خدوها عشان يعرفوا البروتوكول بالظبط بتاع الفار ايه، ولا ده او دي امكانياتهم، ولا ايه المشكله؟ هو عشان حضرتك ملم بقى وحضرت محاضرات فبتسال اسئله والله صعبه. ابدا هم اكيد عارفين اكتر مني يعني، لكن انت انا بس عارف ان انا بحبك وبحب البرنامج ربنا وبحب يخليك يا المشاهدين. كابتن، دي حاجه تشرفني. الله ده يحفظك. برنامجك. عايز اتفضل اقول في اي بقى وقت. اتفضل. اي حد في الدنيا لو اتعلم من اخطائه هو بس هيبقى عنده مشكله، انما الراجل الكويس اللي يتعلم صح من اخطاء الاخرين. مظبوط. فاحنا نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه المفروض يا فندم؟ الاداره اللي مسؤوله عن الفار بتجيب لقطات الاخطاء في دوريات العالم ايوه وتدخلها داخل الكلاس، تمام، وبعد ما تشرحها كده زي ما شرحنا للساده المشاهدين ما نكتفيش بكده، ننزل الملعب ونعمل براكتيكال تريننج. حلو قوي. طب انا عايز اسالك يا كابتن معلش، يعني الكلام ده كان اتفضل. بيحصل اثناء ادارتك؟ بص حضرتك انا كنت مسؤول ودي هتبقى شهاده مجروحه، تمام، لكن انا هتكلم ان جنرال لان زمايلي عارفين. تمام. الكابتن عصام عبد الفتاح عندما تولى رئاسة اللجنة، وأنا لست منوطا بالدفاع عن يعني أحد، تمام، ولكن منوطا بقول الحق. اتعمل معسكر في اسكندرية
تحديدا عشان الزمان والمكان اهو، لمده 28 يوم قعدنا ما روحناش. تمام. جبنا اجهزه وركبناها في اوضه اسمها اجهزه المحاكاه. المحاكاه يعني زيها زي اللي في عربيه الفار تمام بالظبط. تمام حلو كده؟ وجبنا حالات ويسال في ذلك حكام الدوليين والدرجه الاولى، هم سامعين سادق يا دلوقتي. كابتن، سادق يا كابتن، بس هي النقطة، معلش دون قطع كلام حضرتك، رغم كل اتفضل. الخطوات اللي حضراتكم عملتوها مثلا أثناء تمام تواجد الكابتن عصام فتاح، لكن الأخطاء تمام التحكيمية كانت غريبة، والمصطلحات الخاصة بالتحكيم كانت أغرب بمنتهى الأمانة. بالظبط. بتكلم معاك بمنتهى طيب الأمانة، يعني روح انا البروتوكول، روح الفار، الكلام من ده، الحاجات دي يعني. طيب نرجع لبدايه التجربه. التجربه دي اتطبقت في مصر لمده 28 يوم، وبعدين انتقلت للملاعب. المغرب مطبقه التقنيه، قعدت 7 شهور اوف لاين. يعني ايه اوف لاين؟ يعني الفار في العربيه والحكم في الملعب، الفار يتكلم الحكم مش سامعه، والحكم يتكلم الفار مش سامعه، ويسجلوا التسجيلات ويروح الكلاس يقولوا احنا عملنا كذا 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 غلط، اما نفتح نبقى اوبن لاين مش هنعمل كده. 7 شهور احنا ما خدناش الوقت ده. احنا بقول لحضرتك 28 يوم. 28 وبرضه زي ما قلت على الكابتن عصام عبد الفتاح، اقول ان الكابتن جمال الغندور تمام اشتغل من 8 صباحا ل 10 مساء تمام في ال 28 يوم عشان نبقى بندي كل ذي حق. طب 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 يا كابتن، هو ليه الفار عندنا في مصر مختلف عن اوروبا؟ يعني مثلا في لقطات كده، يعني في اوروبا بنشوف هدف يعرفوا صح ولا غلط في شكل او بشكل سريع، يعني النهارده هدف حسيش حتى تقريبا ايوه خد 5 دقائق او 6 دقائق، لكن مثلا في بالظبط الدوري الانجليزي مثلا، عشان متابع الدوري الانجليزي قوي يعني، فتلاقي الحكم بالظبط. بيستنى مفيش 30 ثانيه لحد ما يتاخد القرار نهائي. ايه الفرق؟ يعني ليه الفرق، الفرق الكبير ده؟ برافو عليك، برافو عليك، انت بتمس قضيه ما حدش مسها. تمام. الفرق الكبير ده راجع للاتي، خد مني بقى، اتفضل. كل مباريات الدوري المصري بتتنقل بثمان كاميرات. 8 كاميرات. تمام. الفار علشان تحصل على صورة تقدر تحدد منها صحيح لازم على الأقل 12 كاميرا. أدي واحد. تمام. أدي واحد. نمرة 2، الفرق بين أوروبا أهو وبين ايوه مصر. ايوه وفر لي إمكانيات أوروبا وحاسبني. نمرة 2، تقنية خط التسلل. هقرب للناس مثال. تمام. إحنا اللابتوب لما بتروح تحط عليه ويندوز. وأنا آسف اللي بقول أسامي. تمام. ففي 7 وفي 8 وفي 10 ماشي وكده، مش ماشي كده ولا لأ؟ مظبوط. هو عبارة عن ايه؟ محدث. تمام. احنا عندنا من يوم ما جبناه لم يتم التحديث، وعلى فكرة العالم بيحدث كل 6 شهور. واحنا من يوم ما جه، احنا بقى لنا 3 4 سنين دلوقتي تقريبا، من يوم ما جبناه ما تحدثش خالص يا هو كابتن. بيقولوا اتحدث السنة دي. انا برضو عشان ما شفتش، بس بس والله، بس الحالات نفسها والتأخر في اتخاذ انت اللي القرارات، تحكم بحضرتك، انت احنا المشاهد اللي تحكم. كمشاهدين او كاعلاميين او كمتابعين، لا تقول ان مفيش اي تحديثات بالشكل ده يعني. بالظبط. ليه بقى يا جماعه؟ تقنيه خط التسلل دي مكلفه جدا وتحديثها مكلف جدا يا جماعه. لازم المنتج اللي عندنا اللي هو الدوري العام لازم يتنقل بكاميرات ذات مواصفات خاصه، تمام، واستادات وملاعب فوق الممتازة، عشان تقدر تبيع هذا المنتج بفلوس جامدة جدا، عشان تقدر تصرف على تبعياته. ايه تبعياته؟ اللي هي التقنية وتطوير الحكام. طيب. وتطوير المدربين. المسؤول موضوع عن كبير. ملف زي ده طبعا اتحاد الكورة، او اكيد مختلف مجالس اتحاد الكورة يعني. ب ب ب بدون شك حضرتك بتتكلم صح. طيب خليني اسال حضرتك سؤال اخير بخصوص برضو موضوع اتفضل. امبارح عشان اقفل الملف ده. اتفضل. قلنا ان ده خطأ قانوني بالظبط اللي حصل ده. لو كان انبي خسر الماتش ده واشتكى في لجنه الحكام او اشتكى في اتحاد الكوره، كانت المباراه هتتعد؟ لو حضرتك كنت لسه في موقع المسؤوليه كان هيبقى القرار ايه؟ المباراه تعاد بشرط واحد. ايه هو؟ ان التقرير اتكتب. ادي واحد. نمرة 2، بره بقى، بره. انت ساعات بتسمع ان لجنه الانضباط، مش لجنه الانضباط بتاع اتحاد الكوره، لجنه انضباط الدوري، تمام، واحد خد طرد وهي تشيله، وواحد ما خدش طرد وهي تديله طرد، مظبوط؟ تمام. في لجنه بتتابع سلوك اللاعبين وبتتابع المباريات وبتكتب تقرير. اللجنه دي كمان سوري يعني كل الناس تخاف منها لان الدنيا متشافه. طبعا.
انت حضرتك واكيد انت حضرتك متابع الدوريات العالميه وبتشوف. بشوف. واخر حاجه حصلت مثلا فينيسيوس جونيور في اسبانيا ما خد كارت احمر الله واتشال بسبب بالظبط اللي حصل حضرتك، الهتافات وكلام من ده. بالظبط. بالظبط حضرتك. الحقيقه انا عايز احيي حضرتك على علمك، ربنا وعايز يخليك. احيي حضرتك على انك فعلا تقنيه الفيديو انت حرصت. وعلى فكره يا فندم انا عايز اقول حاجه، اتفضل يا فندم. هي تقنيه الفيديو دي مش ملك لجنه الحكام ولا اتحاد الكوره، تقنيه الفيديو يا فندم ملك للمشاهد، صح مظبوط. من حقه يشوف الخط صح. وانا هقول لحضرتك اللي جاي في تقنيه الفيديو ان بعد ما الحكم يخرج يراجع قبل ما يخش الملعب يعمل شرح للقرار اللي هياخده. انا كنت حاسب ركله جزاء وخرجت شفتها، تمام. ولما رجعت وما شفتها تبين ليا ان اليد كانت داخل الجسم، ولذلك حلغي ركله الجزاء. طيب على فكره اختم مع حضرتك بحاجه مهمه قوي، عايز اخد اتفضل في وجهه نظرك تقييمك اتفضل. لتقنيه الفار في مصر، بتشوف ان هي كام في الميه نسبه نجاح الفار في مصر من وجهه نظرك؟ بص يا فندم انا مسؤول واعتبرني من ضمن فريق العمل لغايه دلوقتي، لان تمام. دول زمايلي. احنا وصلت 70%. نعم 70%. 70%. والله ايوه والله ده يعني نسبة كويسة مش وحشة بصراحة، يعني ايوه لا بس طبقا لوجهة خلي بالك، نظر لا حضرتك. بس خلي بال حضرتك عشان المشاهد يبقى برضو احنا بنحطه في الحقيقة. الفار لازم يبقى بنسبة 100%. ما صح مظبوط. بس في حاجات خارجة عن ايدي. زي ايه؟ امكانيات يعني وكده. لا مش تمام. امكانيات، يعني الراجل المصور اللي في الملعب ده اللي بيروح الملعب يا جماعة وبيروح من قبل الماتش ب4 ساعات، تمام. ده لازم يكون له حافز من تقنية الفيديو، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. والحكام لازم لانه ياخدوا مستحقاتهم في نفس الوقت. لا في بالظبط. حاجات كتير فعلا ناقصه، يعني نتمنى ان احنا. كابتن سيد انا بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن سيد مراد بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. انا اولا متشكر، ثانيا بحيي حضرتك ربنا يخليك. كاعلامي محترم جدا بشكرك جدا بشكرك ذو ثقافه وعلم، وبشكر مشاهدينك، وسامحوني ان انا ارجو ان اكون ضيفا خفيفا عليكم جميعا. طبعا يا فندم، طبعا 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 يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن سيد مراد مدير الفار السابق اتحاد المصري لكره القدم، توضيحات مهمه جدا بخصوص ما حدث في مباراه الامس. بس عايز اسال